مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. حب الوطن من الأمور الفطرية التي فطر عليها الله سبحانه وتعالى الإنسان. الطبيعة البشرية تميل للمكان الذي نشأ فيه الفرد وترعرع فيه، والإنسان بلا وطن كيان بلا روح، جسد بلا إحساس. الفاقد للوطن فاقد للأمن والاستقرار. ديننا الحنيف حثنا على ضرورة حب الوطن، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك، عندما أراد أن يغادر موطنه مكة لتضييق الكفار عليه فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. الإسلام لا يغير انتماء الناس لأرضهم وشعوبهم. بقي بلال حبشيا وصهيب رومانيا أو روميا وسلمان فارسيا، ولم يتضارب ذلك مع انتمائهم وولائهم العظيم للإسلام. للحديث حول ذلك الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، وضيفنا فيها الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أرحب بك دكتور محمد. شكر الله لكم وبارك فيكم. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، أنوه لحضراتكم أنه يمكنكم التواصل مع برنامج فقه الحياة عبر موقع البرنامج على وسيلة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ولكن البحث عبر كلمة فقه الحياة باللغة العربية. يمكنكم أيضا التواصل والتوجه بأسئلتكم لفضيلة الدكتور عبر رقم الهاتف المدون على الشاشة أمامكم. نذهب لمتابعة هذا الفاصل ونبدأ بعده القراءة في حب الوطن في الإسلام. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وبضيف فقه الحياة في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، رئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أجدد التحية بحضرتك. بارك الله فيكم. دكتور محمد، بداية، حب الوطن في الإسلام، كيف يرى الإسلام الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاسمحي لي أختي الفاضلة أولا أن نقول بأن الإسلام إنما يشتمل على عقيدة وشريعة وأخلاق، وقد جمع الله تبارك وتعالى الحديث عن هذه الأمور الأساسية في الدين في آية يسميها المفسرون آية البر التي وردت في سورة البقرة. والأخلاق في الإسلام لها قدم راسخة، ونحن جميعا منذ نعومة أطفالنا نحفظ: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. والدعاة الفاقهون الفاهمون لدين الله من خلال كتابه ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أبرز الأخلاق التي يجب على المجتمع الإسلامي أن يتزود بها ثلاثة: الرحمة والبر والحب. واسمحي لي أن أقول إن هناك مصطلحات كثيرة فرقت في هذه الآونة من مضامينها، ومن بين هذه المصطلحات مصطلح الحب. نعم. فربما يطلق هذا اللفظ إطلاقا عاديا لفظيا قوليا لمجرد علاقة ربما تكون بين خطيب وخطيبته، أو بين زوج وزوجته، وما إلى ذلك. لكن الحب الحقيقي الذي أراده الإسلام إنما هو قيمة عظمى، وهذا الحب لا بد أن يثمر ثمرته المرجوة وأن يؤتي ثماره المرتقبة. ومن بين ألوان الحب كما تفضلت حب الوطن. فيا ترى ماذا قال ديننا الإسلامي الحنيف عن حب الوطن؟ أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما تفضلت في المقدمة وهي براعة استهلال، حين ترك مكة أو حين أخرج منها صلى الله عليه وسلم التفت إليها التفاتة حانية وعيناه تكادان تذرفان بالدموع،
وقال القولة المشهورة: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وكانت السماء ترقب هذا القول من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك على الفور وفي هذا المكان، وقبل أن يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، يتنزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية القرآنية التي وردت في ختام سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لو فتحنا كتب التفاسير لوجدنا أنهم يقولون إن كلمة معاد هنا معناها مكة، معناها موطنك الأول يا محمد الذي تود وتحب وتتمنى أن تعود إليه مرة أخرى. كذلك اسمحي لي أن أقول بأن إبراهيم قد خرج من دياره لكنه لم يعد إليها مرة أخرى، وبأن إسماعيل قد خرج من دياره لكنه لم يعد إليها مرة أخرى. فأراد الله أن يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لن أصنع معك كما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام، ولن أصنع معك كما صنع بإسماعيل عليه السلام، ولكني سأفعل معك كما فعل بموسى عليه السلام إذ خرج من مصر ثم عاد إليها مرة أخرى. نعم. وهل تحقق؟ اسمح لي فضلت الدكتور، لم ترد كلمة وطن بمعناها أو بلفظها في القرآن الكريم، ولكن وردت كلمات أخرى مثل الأرض، دار، ديار، ولكن كلمة وطن كما نتعرف عليها بالمعنى الحالي ربما لم ترد بالذكر في القرآن الكريم. أيضا في الأدبيات الإسلامية التي أعقبت الفترة التي عاصر فيها الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لم ترد هذه الكلمة تحديدا، كلمة وطن. فهل مفهوم الوطن بالمعنى الذي نفهمه الآن هو نفس مفهوم الوطن الذي نتحدث عنه بحب المكان كما كان يحبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اسمحي لي أن أعترض على بعض ما قيل. فضل. لأن كلمة الوطن المفرد بتاعها وطن، الواو والطين والطاء والنون، وردت في القرآن الكريم بصيغة منتهى الجموع. وكما يقول علماء اللغة العربية إن صيغة منتهى الجموع هي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فالذين يقولون هذا وينشرون في مواقع الاتصال الاجتماعي بأن كلمة الوطن وجذرها الثلاثي لم ترد في القرآن الكريم، عليهم أن يعودوا مرة أخرى إلى هذه الآية في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وأنا باعتباري متخصصا في علم أصول اللغة وفي علم المعاجم اللغوية أقول إن هناك في لغتنا العربية ما يسمى بالترادف وبالاشتراك اللفظي، ومعنى هذا أن هناك يعني عدة كلمات قد تدل على معنى واحد. وكما تفضلت الآن، يبقى إذن نقر أولا بأن كلمة وطن وردت في القرآن الكريم لم ترد بصيغتها بالجذر الثلاثي، ولكنها وردت بصيغة انتهى، ولكن كان المقصود بهذا اللفظ في هذه مواطن كثيرة، كلمة مواطن كثيرة معناها أماكن كثيرة أو مواقع كثيرة. وكما تفضلت سنقول الآن إن هناك مترادفات لكلمة لكلمة وطن. هناك كلمة البلد وردت أكثر من مرة في القرآن الكريم، وهناك أيضا كلمة ماذا؟ الأرض. الأرض وردت أكثر من مرة في القرآن الكريم. والديار. وهناك كلمة الديار وردت أكثر من مرة في القرآن الكريم. نستدل على هذا ببعض، اسمحي لي، ببعض آيات القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. واسمحي لي أن أقول حتى نجذر لكلمة الوطن في القرآن وفي السنة، وحتى يعني نجلي للمشاهدين الكرام بأن الإسلام قد عني عناية كبيرة بهذه القضية، قضية حب الأوطان، وأن حب الأوطان ليست كلمة تقال وإنما هي عمل، بمعنى أنه سنتحدث عن العمل. نعم. وكيف نعم يحسن، بمعنى أنه يجب علي أن أحول هذا الحب من القول إلى الفعل. إلى الفعل، وهذا ما ينقص معظم الأمة الإسلامية في هذه الآونة، لأننا نكتفي بالنظر
ولا ننظر غالبا إلى قضية التطبيق. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يبقى معنى هذا أنك لكي تحب وطنك حبا عمليا لابد أولا أن تنتمي لدينك انتماء عمليا. وحين أقول هنا أن تنتمي لدينك، أن تنتمي لأي دين أنت تدين به وأنت مقتنع به. فالذي على غير دين الإسلام عليه أن ينتمي إلى دينه ما دام يعتقد أن هذا هو الدين الصحيح. والمسلم يجب عليه أن ينتمي أولا إلى دينه، فإذا ما انتمى إلى دينه انتماء حقيقيا يبقى معنى هذا أنه سينتمي إلى وطنه انتماء حقيقيا. ولذلك تأملي معي أستاذ غادة الآية القرآنية الكريمة ماذا تقول عن الأنصار؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان. يبقى نعم. كلمة الدار اللي تساوي الوطن، تساوي الإقامة، تساوي المسكن. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يبقى معنى كده أن الإيمان قد استقر في قلوب هؤلاء الأنصار، ومن أجل هذا فإنهم أحبوا ديارهم وأحبوا وطنهم حبا جما. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهذه هي معطيات الانتماء للدين والانتماء إلى الوطن. طب اسمح لي فضيلة الدكتور، إن البعض بيروج إلى فكرة إن الإسلام دين لا وطن فيه. نعم. يعني بمعنى إن حب الإنسان وانتمائه يكون للإسلام أيا كان موطن الإسلام، أي أرض على وجه الكرة الأرضية يقال فيها أو يذكر فيها اسم الله فهي أرض، هي وطن. فكرة الانتماء إلى أرض بعينها، إلى وطن بعينه، هي غير مطروحة بالنسبة لهم، يعني إيمانا منهم بأن الإسلام لا وطن فيه. يعني هذا فهم خاطئ. نعم. لأن الإسلام يأمر أولا بأن أنتمي إلى وطني، إلى مكاني الذي ولدت فيه، إلى المستقر الذي فيه عائلتي وفيه أسرتي أولا. ولذلك حتى من الناحية الاجتماعية، إذا ما تنقل الإنسان غربا أو شرقا أو جنوبا أو شمالا أو ما إلى ذلك، لابد أن يحن في النهاية إلى الموطن الذي ولد فيه. لا. وإذا كنا نقول الموطن الذي ولد فيه في قرية كذا أو مركز كذا أو محافظة كذا، فإن الأمر يتسع من أجل أن يشمل الدولة التي أعيش فيها، وخاصة مصر. ولماذا خاصة مصر؟ نحن نسمع وأنتم تسمعون ويقال في وسائل الإعلام، لأن مصر ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات أو 5 مرات. لا. وأقول لمن يقول هذا إن هذا مفهوم خاطئ. لماذا؟ لأن أحد الأساتذة الكبار قد كتب مؤلفا عن مصر في القرآن الكريم، وأثبت بالأدلة أنها قد وردت أكثر من 80 مرة. لكني أقول هذا الكلام مهم جدا. نعم. لكني أقول إنها وردت تصريحا ووردت تلميحا. نعم. يبقى إذا كانت وردت تصريحا 4 أو 5 مرات، هذا من الناحية التصريحية. لكن من الناحية التلميحية، أورد الله عز وجل الحديث عن مصر، وكل كتب التفاسير تقول هذا، أكثر من 80 مرة في القرآن الكريم. إذا أردنا أدلة على هذا حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون بأنه ليس هناك في نظر الإسلام وطن خاص. نعم. وإنما الإسلام كله وطن. نعم، يعني ده هذا لوم من ألوان السطو على مفهوم المصطلحات، ولوم من ألوان المصطلحات المغلوطة التي يروجها هؤلاء الماكرون الذين لا يريدون أبدا استقرارا لأوطانهم. وإلا يعد هذا، إذا كان هذا في نظرهم هو الصحيح، يعد هذا مخالفة لصريح القرآن ولصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنا نقول بأن مصر ذكرت في القرآن الكريم تصريحا وتلميحا أكثر من 80 مرة، وهي وطني وهي مستقري وهي بلدتي. يبقى معنى هذا أنني حين أقف في الصلاة وأتلو آية فيها ذكر مصر وطني الذي ولدت فيه، فإنه أعتبر نفسي أعبد الله عز وجل من خلال ذكري لبعض الآيات التي أتلوها وأنا أقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي غير الصلاة. أعبد الله تبارك وتعالى بذكره لمصر في القرآن الكريم. ولو بحثنا عن أي دولة على مستوى العالم، نعم، بما فيها البلد التي أنزل فيها القرآن الكريم، ما وجدنا تكرارا
لاسم بلد بهذا العدد الذي ذكره هؤلاء العلماء. نعم. طب فضيلة الدكتور، هل حب الوطن بيقتصر على الوطن الغني؟ يعني البعض بيرى أن وطنه ربما يكون يفتقر للثروات الطبيعية، أو يعيش فيه في معاناة في ظل مجاعات أو فقر أو خلافه. هل في هذه الحالة هذا ينتقص من حب الوطن بالنسبة لهذا الشخص، أم أن الوطن يجب أن يكون في مكانة خاصة بالنسبة للشخص أيا كانت قدرات هذا الوطن وما يقدمه للشخص؟ أولا، عندنا مبدأ في الإسلام يقول إنه يجب علي أن أنتمي إلى ديني وإلى وطني في جميع الحالات. نعم. في وقت المنشط وفي وقت المكره، في وقت العسر وفي وقت اليسر، في وقت الضيق وفي وقت الفرج، في وقت الغنى وفي وقت الفقر. وإلا معنى هذا أن القيم ستنهار، وأن كل إنسان يستطيع أن يضع مفهومات لقيم، وهذه المفهومات مغلوطة، ويروجها بين شباب الأمة من أجل أن يفصل هؤلاء الشباب، أو أن يفصل بينهم وبين أوطانه. ولذلك فإنه إذا ما كان وطني في سعة وفي رغد من العيش، فإنه يجب علي أن أحبه. وإذا ما ألمت لائمة بوطني كما يحدث في هذه الآونة، وكان هناك لون من ألوان الضيق أو لون من ألوان الشدة، فإنه يجب علي أن أنتمي أكثر وأكثر لهذا الوطن، لأن هذا هو مفهوم حتى الرجولة في الإسلام. لأن الرجل في الإسلام هو الذي يعرف في وقت الشدائد، وكما قال القائل وكما تحفظون: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فأنا إذا كنت على علاقة حتى بواحد من خلق الله تبارك وتعالى، وأنا أكون معه عندما يكون غنيا أو ثريا أو في موقع أو جاه أو سلطان أو ما إلى ذلك، فإذا ما ذهبت عنه هذه العاريات التي يسمونها، لأن الدنيا أغيار ولا تثبت على وتيرة واحدة، أتركه لأنه لم يعد غنيا وأصبح فقيرا، أو أتركه لأنه لم يعد صاحب موقع أو جاه أو سلطان. اسمحي لي أن أقول، ولا أريد أن أعبر تعبيرات يعني غير يعني راقية، هذا يعتبر لون، أقل حاجة أن نقول، من ألوان الخسة عند هذا الإنسان الذي لا يقف إلى جوار أخيه ولا يقف إلى جانب وطنه عندما يكون هناك ضيق أو عندما تكون هناك شدة. نعم. طب فضيلة الدكتور، كيف يعبر الإنسان عن حبه لوطنه؟ يعني هل يعني الكثيرون لا يجيدون سوى الكلام والغناء من أجل الوطن، ولكن هل هناك من صور محددة يعبر بها الإنسان عن هذا الحب، وتجليات لتطبيق المبادئ الإسلامية في حب الوطن؟ بكل تأكيد. واسمحي لي، هذا ما كنت أريد أن أقوله عندما علقت على قول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان. نعم. رقم واحد، إذا ما كنت أحب وطني، وهذه مفاهيم يجب أن تسري وأن ينشرها الدعاة والوعاظ ووسائل الإعلام بين شبابنا في هذه الآونة بالذات، لأننا نتعرض لحروب شرسة. من أبرز ألوان هذه الحروب الحرب الثقافية أو الحرب الفكرية، أو محاولة اقتلاع هؤلاء الشباب من انتمائهم لجذورهم، ومن انتمائهم لأديانهم، ومن انتمائهم لأوطانهم. أول حاجة، مظهر من مظاهر حب الوطن حتى أتعرف على العلامات، يحبون. يبقى رقم واحد، لا بد أن أحب هذا الوطن. حب هذا الوطن حبا عمليا، بمعنى أنني لا بد وأن أعمل وأن أجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له. أنا أقول: أيها الزارع، أيها الصانع، أيها التاجر، أيها الموظف، أيها الداعية، أيها الإعلامي، أيها الشعب، أيها المسؤول، إذا ما كنتم تحبون أوطانكم ووطنكم مصر بالذات حبا حقيقيا، فعليكم أن تعملوا وأن تتقنوا هذا العمل، لأن الله عز وجل إنما يرحب بهؤلاء الذين يعملون ويتقنون أعمالهم ويراقبون الله عز وجل في كل ما يأتون وفي كل ما يدعون. نعم. هل عندنا أدلة على هذا؟ نعم. قال تعالى في الآية المشهورة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لماذا؟ لأن الإسلام لا يرحب أبدا بالكسالى، ولا يرحب أبدا بالخاملين، ولا يرحب أبدا بالمهزومين، ولكنه جاء من أجل أن يدعو جميع أفراد الأمة أن يعملوا وأن يجدوا وأن يجتهدوا من أجل أن يكتسبوا الرزق الحلال لهم ولمن يعولون، ثم لا يكون الواحد منهم كلا على غيره،
ولذلك قال سيدنا عمر في قولته المشهورة: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا هو المظهر الأول من مظاهر حب الوطن حبا العمل عملي. والإتقان فيه. العمل والإتقان. رقم اثنين: أن ننقي قلوبنا من أمراض القلوب. وأنا وزملائي من الدعاة دائما نقول: إذا ما مرض قلبي مرضا عضليا فإنني أبذل كل ما أستطيع من مال في سبيل أن يعود إلى سابق عهده مرة أخرى. فإذا ما مرض قلبي مرضا إيمانيا ربما معظم الناس لا يعنون بهذا عناية كبيرة. وأقصد وكيف تمرض القلوب يعني؟ نعم، وأقصد هذا ما سأقوله الآن، وأقصد بالمرض الإيماني أن القلوب يكون فيها لون من ألوان الحقد والحسد والكبر والرياء والشهرة وحب السمعة. هذه هي أبرز أمراض القلوب التي فشت أو ذاعت أو انتشرت في معظم الذين لا ينتمون إلى دينهم، وبالتالي لا ينتمون إلى أوطانهم. وقرآننا نذكر بها المشاهدين ثانية يا دكتور: الحسد والحقد والكبر والرياء والشهرة وحب السمعة، هذه أبرز أمراض القلوب التي تحول بين الإنسان وبين الانتماء إلى دينه، وتحول بينه وبين الانتماء إلى وطنه. وبالتأكيد هذه الأمراض من أين تأتي؟ إنها تأتي من ضعف العقيدة ومن قلة الإيمان. ولذلك أنا أقول دائما: رحم الله أياما كنا ندرس فيها في المراحل الابتدائية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يركز على العقيدة الإسلامية ويجعلها بذرة وأرضية تنطلق منها تربيتنا لشباب هذه الأمة. والحديث مشهور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، جف القلم وطوي الكتاب. أجل، إن في الجسد مضغة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو المظهر الثاني الذي يدل على الحب وعلى الانتماء للدين وللوطن انتماء حقيقيا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهذا يساوي قمة من قمم الأخلاق الإسلامية، وهي قيمة الإخلاص. نعم. وخلق الإخلاص. وربنا تبارك وتعالى أراد أن يبينها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك كبار دعاتنا، وأنا أقول دائما يجب على الشباب أن يقرأوا ما كتبه كبار هؤلاء الدعاة الفاقهون الفاهمون، وألا يأخذوا علمهم من هؤلاء الذين أخذوا علومهم من أوراق أو من صحف أو ما إلى ذلك. نعم. لكن يجب أن نأخذ العلم على أعلامه، كما قالوا: فخذوا العلم على أعلامه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. نعم. هؤلاء إنما يقولون لنا إن قيمة الإخلاص إنما هي قيمة عظمى من قيم الإسلام، ويجب على أفراد الأمة وجماعاتها وهيئاتها ومؤسساتها وشعوبها وحكامها أن يعنوا بهذه القيمة عناية كبيرة. ولذلك سئلت أكثر من مرة: أنا أعمل العمل، لكن كيف أعلم بأن الله قد قبل مني هذا العمل؟ نعم. يعني أعمال كثيرة والناس يعملون أعمالا كثيرة. نعم. كيف نعلم بأن الله قد قبلها؟ كانت الإجابة: اقرأ يا بني آخر سورة الكهف التي أمرنا أن نقرأها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رسول الله في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي يكون موافقا لما ورد في كتاب الله ولما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح لا بد أن يكون خالصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يعبد الله مخلصا له الدين. نعم. يبقى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم يرتقي الأمر بالمسلم، لأن الإسلام دائما كما أقول يوجه همم المسلم إلى عوالي الأمور. لا يريد مني أن أكون إنسانا دونيا أو تحتيا، ولكنه يريد أن أطلب معالي الأمور، بدليل الحديث الذي نحفظه: نعم. إذا سألتم الله الجنة ما تقولوش يا رب أدخلني الجنة،
ولكن اطلبوا من الله عز وجل الفردوس الأعلى، يعني أعلى مكان في الإيه؟ في الجنة. ولذلك فإنه يجب علي بعد قوله تبارك وتعالى ولجون في صدورهم حاجات ما أتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وإذا كانت بعض بلادنا قد وصلت إلى هذه المرحلة وإن شاء الله لن تصل إليها وستخرج من هذه الضائقة مرة أخرى، فإنه يجب علينا أن ننشر بين الناس قيمة الإيثار، تلك القيمة التي حل الله تبارك وتعالى بها الأنصار الذين نصروا الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيمة الإيثار بمعنى أنه يكون عندي وأنا محتاج إلى ما عندي، لكني أؤثر الآخرين على نفسي. إن فعلنا ذلك كنا نتشبه بأعظم جيل وجد على ظهر الكوكب الأرضي، وهو جيل المهاجرين والأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. تلك هي أبرز الأسس والمقومات والمبادئ التي لو اتبعناها والتي لو طبقها شباب، وأركز على شباب الأمة بالذات لأنها عضد هذه الأمة ومستقبل هذه الأمة، وشبابنا بخير بإذن الله تبارك وتعالى وسيظلون بخير، وبلادنا بخير بإذن الله وستظل بخير بإذن الله. غاية الأمر أننا في مسيس الحاجة إلى أن نحول هذه القيم وهذه المبادئ إلى تطبيق عملي حتى ننهض بوطننا مرة أخرى، وحتى ترود مصرنا البلاد الإسلامية والعربية مرة أخرى. وإن هذا لكائن بإذن الله رغم أنف الحاقدين ورغم كره الكارهين. نعم فضيلة الدكتور، الإسلام جعل من النفي من الأرض أو من البلاد عقوبة للعصاة على جرائم ربما تكون كبيرة، نشر الفساد مثلا. نعم. فكرة العقوبة بالنفي إلى هذا الحد، تبلغ عقوبة النفي حجم يعني التعزير بها، إنها إلى هذا القدر من العقوبة تكون الإخراج من الأرض، يعني كيف ترى هذا مقارنة بعقوبات أخرى فرضها الإسلام في جرائم مشابهة؟ يعني هذا ملمح اسمحي لي very very important، مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن ما الوطن إنه قطعة مني، إنه قطعة من كياني. ولذلك ما أصدق قول القائل فيما نحفظه جميعا: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وطني هو الذي عشت فيه أيام صباي، وطني هو الذي عشت فيه أيام شبابي، وطني هو الذي أتحرك فيه يمنة ويسرة وأتنفس فيه هذا الهواء النقي الجميل الذي إن فسد في بعض المواقع فإنما أفسدته أيدي الناس، لأن ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومعنى هذا بأنه إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أقرت قضية النفي من الأرض، من الوطن، من المستقر، من البلد التي ولدت فيها، فإن هذا يعد لونا من ألوان العقوبة الزاجرة. لماذا؟ لأنني سأحرمك من هذا الوطن، مع أن هذا الوطن هو أحب الأشياء إليك بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك إذا ما كانت هناك عقوبات للنفي أو في بعض الجرائم أو عقوبات بالسجن وما إلى ذلك، فإنه من أجل أن يحرم من وطنه. والذين يطلعون على الأمور وفي جميع العلوم على مستويات الدول بأكملها يقولون بأنه ليس هناك هواء نقي مثل ما هو موجود في مصر. نعم. وليست هناك زراعة صالحة وأرض صالحة للزراعة مثل ما هو موجود في مصر، وليست هناك كوادر في جميع التخصصات مثل ما هو موجود في مصر. غاية الأمر أننا لابد أن ننقب عن هذه الخيرات، لأن ربنا تبارك وتعالى قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نعم فضيلة الدكتور، الحفاظ على الحقوق العامة. نعم. حق الوطن، حق وسائل المواصلات العامة، الممتلكات العامة والخاصة، حرص المؤمن على حمايتها جزء من حب الوطن؟ بكل تأكيد. وأولا يعني هيا بنا نقارن مثلا بين قضية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. نعم. إذا كنت أملك عقارا أو مصنعا أو أرصدة أو ما إلى ذلك، فإنني أبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذه الممتلكات الخاصة.
طب إذا كنت تبذل جهدك وجهدك في سبيل الحفاظ على ممتلكاتك الخاصة، فأولى بك أن تبذل جهدك وجهدك في هذه الممتلكات العامة، لأن هذه الممتلكات العامة أنت لك فيها أيضا ملكية خاصة. يعني إذا كانت هناك مستشفيات، إذا كانت هناك وسائل مواصلات، إذا كانت هناك أي لون من ألوان الوزارات والخدمات وما إلى ذلك، فيجب علي وسائل المواصلات، يجب علي أن أحافظ عليها محافظة شديدة. لأنني إذا لم أحافظ عليها فمعنى هذا أنها تتهلك، وإذا ما هلكت بمعنى هذا أنني سيصيبني يوما ما لوم من ألوان هذا الهلاك وهذا الإيه وهذا الدمار. إذن قضية الحفاظ على الممتلكات العامة وعلى المرافق العامة وعدم إمساسها بأي سوء، والتبليغ عن هؤلاء الذين يحاولون أن يخربوا وأن يدمروا وأن يفسدوا في الأرض، هذا فرضته علينا شريعة الإسلام. نعم، الممتلكات الخاصة كنت أقصد بها فضيلة الدكتور الأولاد الصغيرين اللي بيمسكوا المسمار ويبوظوا عربيات الآخرين، أو ربما من يعني على أديان أخرى يكون ما بينهم خصومة أو عداوة، أو ربما ناس يجهلوهم تماما. اسمحي لي أيها الأستاذة، من المسؤول عن كل هؤلاء؟ نعم، إنه المسؤول عنهم أولا الأسرة بالتأكيد، وقد قالها حكمة، وهو إن كان من غير مسلمين إلا أننا نأخذ الحكمة ولا يضرنا من أي وعاء خرجت. هذه الحكمة تقول يجب على الجميع أن يعلمها، إن من يصلح قيادة أسرة يمكن أن يصلح قيادة أمة. نعم. فالذي يصلح قيادة أسرة يمكن أن ننصبه ليكون مسؤولا عن الأمة بأسره. هذا جانب. ولماذا نقول هذه الحكمة وعندنا قبل ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحفظه الجميع، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. يبقى لابد على الآباء وعلى الأمهات وعلى الأساتذة في المدارس وفي الجامعات وعلى وسائل الإعلام وعلى الدعاة، كل هؤلاء مسؤولون عن أن يعيدوا أمثال هؤلاء الأطفال أو الشباب إلى صوابهم مرة أخرى. نعم، معنا المهندس رمضان. اتفضل يا فندم. السلام عليكم، أطلب من حضرتك تعلي صوت شوية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بضيف حضرتك الكريم، بارك الله فيك. بحب اتكلم معاكم واشارك في الموضوع بعد اذنكم. اتفضل يا فندم. اولا حضرتك، انا بالنسبه لحب الاوطان، انا نفسي افهم مقياس حب الاوطان ده بالنسبه لنا، هل هو ان احنا نتكلم على ناس احنا مش عارفينها، ولا نتكلم على جهات الفساد اللي موجوده في البلد؟ يعني انا نفسي افهم لما بتكلم عن جهاز زي اجهزه كتير احنا عارفينها وبدون مسميات، عشان انا مش عايز طبعا احرج البرنامج واحرج القناه، لكن انا عارف ان في اجهزه في الدوله خارج الحساب اصلا. انا عايز الاجهزه دي احنا لو جبنا لها حساب في ازاي. نفسي افهم اجهزه امن الدوله واجهزه المخابرات والحاجات اللي بتعمل في البلد، حاجات يعني احنا مش راضيين عنها. وضحت فكرتك مهندس رمضان. نعم. اولا يعني بارك الله في الاخي الكريم، الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. وعندنا نص نبوي شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد فيه المسؤوليات في هذا الإطار، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل شراح الحديث قالوا بأن الذي يغير بيده هو الحاكم، أو ما ينويبه الحاكم مكانه كالقضاء مثلا، وأن الذي يغير بلسانه هم الدعاة ووسائل الإعلام والخطباء والوعاظ وما إلى ذلك، وأن الذي يغير بقلبه ويحاول أن ينكر هذا المنكر بقلبه هم عامة الناس أو عامة الشعب. نعم. ونحن ندعو من هنا إلى أن كلا يقوم بمسؤولياته، ولعلنا نلاحظ هذا في هذه الآونة بالذات. نعم. ما كنا نستمع قبل ذلك أبدا بأن هناك رشوة وبأن هناك فسادا وإنه قد قبض على فلان وقد قبض على علان، ما من يوم يمر الآن إلا وهناك وأنه قضية ليست هناك محاباة وليست هناك مجاملة وليس هناك لوم من ألوان الدعاء لانتساب إلى أكبر قمة على مستوى الدولة، كل هذا موجود. فلماذا لا نصدق هذا؟ وكل واحد منا في الوقت ذاته لا بد أن يقوم بمسؤوليته، كل
حسب ما خولته له الشريعة الإسلامية. نعم. طب فضيلة الدكتور، حب الوطن أحيانا يأخذ الناس إلى العصبية. نعم. يعني البعض في الوطن الواحد بينقسمون على أنفسهم ما بين ولايات أو مدن أو قرى، في أي منافسات تحدث بينهم ربما تثير نوعا من العصبية، والأمر قد يمتد إلى وجود عداوات. نعم. إلى أي مدى يجب أن نتخلص من العصبية في انتمائنا إلى القرية أو المدينة أو المحافظة التي ننتمي إليها؟ يعني هذا يعني لون من ألوان، اسمحيني مرة أخرى، خلط المفاهيم. وما أكثر المفاهيم المغلوطة في هذه الآونة. ولذلك يعني كتب بعضهم كتبا تحت عنوان تصحيح المفاهيم. قضية العصبية، أنا أذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته مرارا وتكرارا، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. والله إن هذا لحديث نبوي شريف. نعم. يجب أن يسري بين الناس جميعا. أولا، هنا العصبية ليس معناها الخروج عن الحد المألوف وما إلى ذلك، بمعنى أن يفعل الإنسان أمورا قد يؤاخذ عليها من قبل أي مسؤول أو من قبل الناس أو من قبل المجتمع وما إلى ذلك، لكن هذه فطرة ارتكزت عند الإنسان. هذه الفطرة: حبي لوطني، حبي لبلدي، حبي لقومي، حبي لأهلي. وهذا هو ما أمر به الإسلام. ولذلك فإن أحدهم حين يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بأن عندي حدائق أو مزارع أو ما إلى ذلك أو أموال وأريد أن أتصدق، يقول له: أولا اجعلها في أهلك أولا. نعم. يبقى معنى هذا بأنني حين أحب قومي أو بلغتهم هم أتعصب لقومي، فمعنى هذا أن هذا من الإسلام. لكن ويبقى هذه إن أبحنا وإن أجزنا أن نسميها عصبية فإنها عصبية محمودة. أما العصبية الممقوتة فهي أن يعين الرجل قومه على الظلم. ولذلك الحديث الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا أنصره يعني مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تردعه عن الظلم فذلك نصره. نعم. نعم. ماذا عن فكرة حب الوطن؟ وهل تعني فكرة حب الوطن أن ننفصل عن جسد الأمة الإسلامية أو عن العالم بأسره أو العالم غير المسلم؟ يعني قضية أن أنفصل عن العالم أو ما إلى ذلك، بمعنى هذا أنني لا أنتمي لوطني ولا أنتمي لديني. لا، هو في البعض بيرى أننا أنتمي إلى الوطن المحدود. نعم. ولكن لا أنتمي إلى ما هو أبعد من ذلك. هل قضية الانتماء هي مثل الدوائر الأكبر فالأكبر فالأكبر؟ أبدأ بالانتماء إلى القرية أو الأسرة ثم القرية ثم يعني كيف ترى فكرة الانتماء؟ هذا هو المفهوم الصحيح لقضية الانتماء. لماذا؟ لأن كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان يبعث إلى قومه خاصة، ونحن نحفظ في القرآن: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا. أما حين الله عز وجل أراد الله عز وجل أن تكتمل النبوات والرسالات، فإنه أرسل رسالة عامة برسول خاتم للأنبياء وسيد المرسلين، وقال له: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك لو سئلت ما أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، تكون الإجابة أنه ربى جيلا من الصحابة ومن المهاجرين والأنصار لا يوجد له نظير على مستوى التاريخ. ما المميزات التي تفرد بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنهم أولا حولوا الوحي السماوي قرآنا وسنة إلى تطبيق عملي، ثم إنهم في الوقت ذاته حولوا الإسلام إلى دين عالمي. ولذلك كان الإسلام دينا عالميا. الإسلام يقول لي: عليك أن تتعامل مع جميع دول العالم ومع جميع أصحاب الديانات، بل مع جميع الذين ليست لديهم ديانات. لا. من بوذيين، من ملاحدة، من كفرة، ما دام ذلك في صالح وطنك أنت، بشرط واحد: أنه لا علاقة لنا بقضية العقيدة، لأن الأمر واضح: لكم دينكم ولي دين. الأمر ده مهم جدا. نعم. يا فضيلة الدكتور، أن أنا أتعامل مع أي دين أو أي عقيدة أخرى طالما الأمر لا يعني لا يتداخل مع عقيدتي وما أؤمن به. أي نعم. لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخليوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليه. وهذه كلمة الديار هي التي تدل أيضا على الوطن. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. نعم. يعني معنى هذا أن الإسلام إنما يأمرني بأن أتعامل مع الآخرين. بالنسبة لأهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى معنى هذا أن الإسلام قد أمرني أن أتعامل مع الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من طبق هذا، لأنه حين هاجر من مكة إلى المدينة لم تكن هناك دولة للإسلام. لما أراد أن يؤسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة أسسها على 4 أركان. نعم. أما الركن الأول فهو بناء المسجد، أما الركن الثاني فهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأما الركن الثالث الذي نريده الآن هو قضية المعاهدة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين غير المسلمين من يهود وغير يهود والذين كانوا موجودين آنذاك في المدينة. وكان أهم شعار في هذه الوثيقة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نحميهم ونحمي ثمارهم ونحمي ديارهم ونحمي أولادهم ما داموا يوفون بما ورد في هذه الوثيقة، ونتركهم وشأنهم ونتركهم ودينهم ما دمنا قد عرضنا الإسلام عرضا صحيحا. نحن لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، لأن مبدأنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. طب فضيلة الدكتور، فكرة الشماتة في الوطن. نعم. يمكن شاهدنا هذا في الأونة الأخيرة في مباراة كرة قدم، أن البعض بيدعو على الفريق المصري أن يخسر المباراة، وبعد الهزيمة كان هناك قدر كبير من الشماتة. كيف ترى هؤلاء؟ أولا أرى هذا أن هذا لون من ألوان ضيق الأفق، وهذا لون من ألوان عدم الفهم، مع الاعتذار لكل هؤلاء. نعم. واسمحي لي أن يكون لدينا منهج. هذا المنهج هو أنني إذا ما وجدت إنسانا قد أخل بالمنهج الإسلامي أو الوطني أو الانتمائي، المفترض أولا أن أرشد منهجه مرة ومرة ومرة، فإذا ما رشد كان بها، فإذا لم يرشد يجب علي أن أحذر الآخرين منه، حتى لا تسري أمثال هذه الشماتات بين شباب هذه الأمة. واسمحي لي أن أقول بأن الوطن بحمد الله تبارك وتعالى مصر قد فرحت في هذه الآونة الأخيرة. نعم. من وراء هذا الانتصار الذي حققه يعني منتخبنا في هذه المباراة. واسمحي لي أيضا التأكيد على هذا الانتماء. أولا كنت قد التقيت يعني ببعض النوادي في فترة من الفترات، وكنت قد قلت: ما أجمل أن يسجد الفريق عندما يعني يصيب هدفا من الأهداف. لماذا؟ لأنهم قدوة، وشبابنا جميعا يقتدون يعني بأمثال هؤلاء الرياضيين المبدعين، فحين يجدونهم وتنقل وسائل الإعلام هذا السجود، يبقى معنى هذا أنهم لم ينفصلوا أبدا لا عن دينهم، ولم ينفصلوا أبدا عن وطنهم، ولكنهم يسجدون لله شكرا عمريا على ما فعلوه. ثم ماذا؟ إنهم إذا كانوا لم يحققوا المرتبة الأولى كما يقولون، واسمحي لي أنا ليس لي يعني في الكرة باع طويل، ولكن هذا هو الواضح، إذا لم يحققوا المركز الأول فإنهم قد حققوا المركز الثاني. نعم. وما أجمل ما صنعته القيادة السياسية مع هؤلاء حين قابلتهم وحين شجعتهم وحين أشاعت وسائل الإعلام غير المغرضة بأن هذا لون من ألوان الانتماء لهذا الوطن، لأنني من المفترض أنني أكون مع هذا الفريق ومع أي اتجاه في مجال السياسة، في الفكر، في الثقافة، في العلم، في الرياضة، في أي شيء يجب أن أكون معهم عندما يربحون وعندما يخسرون، وفي الوقت ذاته أدفع بهم دفعا إلى أن يكونوا في مقدمة الرياضيين. نعم. والرادة على مستوى العالم بأسر. فضيلة الدكتور محمد متولي منصور، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الحلقة، وأنا شخصيا استفدت من علم حضرتك. شكر الله لكم وبارك فيك. أشكر حضرتك. مشاهدينا، الشكر موصول لكم، على وعد بتجدد اللقاء في نفس هذا الموعد الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.